واحد من أساطير الكرة الكاميرونية، حارس المرمى الشهير طبعا أنطوان بيل، واللي يمكن تابعوا الكرة عندنا في الثمانينات عارفوا أنه لعب في مصر هنا للمقاولين العرب، وكان الحقيقة جيل نموذجي، جيل ما يتنسيش للمقاولين، أنه حقق معاه بطولة أفريقيا وشارك طبعا مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس العالم، ولعب بعد كده واصل يعني مشواره الاحترافي ولعب لأولمبيك مارسيليا، ومارسيليا في التوقيت ده كان واحد من الفرق الثقيله جدا في اوروبا. أنطوان بيل حارس مرمى منتخب الكاميرون والمقاولين ومارسيليا هو ضيفنا في السادسه. كان مفترض يظهر معانا طبعا فيديو كونفرنس صوت وصوره، لكن لوجود مشاكل تقنيه عندهم هيكون معانا من خلال تليفون. أنطوان بيل طبعا بشكرك على مشاركتك معانا في السادسه، واهلا بيك على قناه الاهلي. شكرا لكم جزيلا، انا سعيد جدا بتواجدي معكم، واعتقد انها من دواعي سروري تواجدي معكم. يعني مش ممكن تكون موجود على شاشه مصريه وما ابتديش معاك الكلام بذكرياتك، انت كنت واحد من نجوم الكوره في مصر، واحد من نجوم الجيل الذهبي لفريق المقاولين، وحققت معاه بطولات كتير ومنها بطوله افريقيا. يعني لازم ابتدي معاك عن اهم ذكرياتك اللي استرجعتها بمجرد ما عرفت انك انت هتتواصل معانا هنا في مصر. أجل بالطبع، بالطبع لدي العديد من الذكريات الرائعة شخصيا لي، وكما أردتم أن أتحدث معكم كان لي دائما أن أفضل أن أتحدث مع تلفزيون مصري، ودائما ما أمتلك الذكريات التي أثرت في حياتي في مصر. مين هل في ما زالت يعني علاقات بتربطك بلاعبين مصريين سواء في نادي المقاولين او غيره من الانديه المصريه؟ نعم يوجد القليل منهم، نحن على اتصال بالقليل، نادر السيد انا على اتصال به، وعادل القربي وبعض الاسماء الاخرى. بداية أنا أكلمك على يعني أهم المباريات أو أهم الأنجازات اللي أنت حققتها أو بتعتز بتحقيقها أثناء لعبك لفريق المقاولين العرب. قبل أن أتحدث عن أفضل المباريات، أود أن أتحدث على أول مبارياتي مع الفريق. أنا لعبت مباريات رائعة ضد الأهلي، وأود أن أتحدث عن هذه المباريات بشكل خاص، كانت مباريات ذو ندية ومهمة جدا. أكثر المهاجمين اللي كنت بتعمل لهم حساب أو كنت بتخاف منهم وأنت بتلعب معاهم في أثناء وجودك في مصر؟ ده هدف المقاولين، هدف كابتن خطيب اعتقد، فده قبل نهائي بطوله كاس كوس افريقيا اعتقد. يعني لو يوجد العديد من اللاعبين الجيدين الذي كانوا يستطيعون التهديف، وطاهر ابو زيد اذا بيبو بالطبع الرائع، والعديد من اللاعبين التي اتذكرهم، جمال عبد الحميد ايضا، ومصطفى عبده، كل هؤلاء اللاعبين كانوا على مستوى عالي وخطير. واضح ان ذاكرتك قويه. خليني ابارك لك على تاهل الكاميرون طبعا لبطوله المشاركه في بطوله كاس العالم. والبدايه الحقيقه قبل ما اتكلم على كاس العالم، حابب اتكلمك على تنظيم، وانت بتكلمنا طبعا من دولة في الكاميرون، الدولة العاصمه دلوقتي في الكاميرون، خليني اكلمك على تقييمك لنجاح الكاميرون في استضافه بطوله امم افريقيا، وازاي بتشوف خروج منتخب الكاميرون من دور قبل النهائي قدام منتخب مصر. أعتقد أن بالنسبة لكأس العالم، أعتقد أنهم الكاميرون استعدوا بشكل جيد وبأداء جيد وبمباراة قوية، ما أدى لتواجدهم في كأس العالم، وهم ما زالوا يعملون بجد من أجل الإعداد الجيد لكأس العالم. هل تتوقع أن أي من المنتخبات الأفريقية الخمسة اللي تأهلوا البطولة قادرين على أن هم مش هقول نفسه، لكن على أقل تقدير يقدروا يوصلوا لمرحلة بعيدة في مشوارهم في كأس العالم؟ عندنا كاميرون، سنغال، تونس، المغرب، غانا، في منتخب من دول ترشحوا أنه يقدر
يعني يروح لبعيد لدور 8 لدور قبل نهائي في بطولة كأس العالم، ولا بتكلم على برضو تمثيل مشرف؟ أعتقد أن لهذا الشيء أن الفريق الأفضل هو السنغال، أعتقد هو يستطيع الوصول لدور الثمانية، وممكن المغرب أيضا. المنتخب الكاميروني قد يحدث المفاجأة ويذهب بعيدا، ولكن هذا ستكون مفاجأة ليس على الورق. أنت كنت صاحب تجربة أعتقد أنها ناجحة جدا في الفترة اللي لعبت فيها في أولمبيك مارسيلي، ويمكن من التوقيت ده، من المرحلة دي، من الزمن ده للنهاردة، عدد كبير جدا جدا من نجوم الكرة الأفريقية تألقوا ووصلوا لنجاحات كبيرة جدا مع أهم الفرق في أوروبا، وكانوا سبب في تتويج الفرق دي ببطولات كبيرة جدا. وأربط ده بمنتخب فرنسا اللي فاز بآخر نسخة في كأس العالم، منتخب أغلبه كان من أصول أفريقية. إيه اللي بيمنع من وجهة نظرك أنه منتخب إفريقي يوصل لمنصة تتويج في بطولة زي بطولة كأس العالم؟ أعتقد أن الفرق الأفريقية عندما يذهبون لكأس العالم هم هدفهم هو فقط الصعود لكأس العالم، وليس الحصول على مراكز عليا، والهدف الأكبر أن يصعد من دوري المجموعات. ولكن نحن لدينا لاعبون أقوياء، هم فعلا كما قلت مؤثرين في أوروبا مع فرقهم، ولكن نحن لا نود أن نطور الفرق على نفس مستوى اللاعبين الذين يصلوا بفرقهم في أوروبا لأعلى المراكز. وأعتقد أن هذا شيء يجب تغييره ويجب التركيز عليه، أن نغير طريقة فكرنا من أجل الفوز. وبمثال مثلا، نحن نرى المنتخب المصري يتقدم بأداء رائع ومن ثم يتوقف، ولهذا أستغرب أن مثلا الفريق الأهلي يفوز دائما، الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا، ولماذا المنتخبات لا تحصل على هذه الألقاب؟ بمناسبة بطولات أفريقيا، كلام في الاتحاد الأفريقي عن إقامة بطولة مستحدثة، بطولة جديدة، يعني البطولة اللي كنا سمعنا عن إمكانية تنظيمها أو الرغبة في تنظيمها في أوروبا، ولكنها قبلت برفض كبير جدا، وبالتالي تحول اتجاهها لقارة أفريقيا، وهي بطولة السوبر ليج. رأيك في إقامة البطولة دي، وهل من الممكن أنها تصب في مصلحة تطوير الكرة في على مستوى قارة أفريقيا ولا لا؟ حضراتكم تعلمون أن المباريات والبطولات دائما ما يوجد بها مشاكل في التنظيم. فمثلا بما يخص البطولة السوبر ليغا، طبعا هذا شيء جيد، ولكن المهم أن يكون يوجد اللاعبون يشاركون بالكامل بها من أجل تطويرهم ومن أجل تطوير فرقهم ومن أجل امتلاك بطولة قوية. ولهذا يجب تواجد جميع اللاعبين، وليس أن تقام فقط باللاعبين المحليين على سبيل المثال. إذا حدث هذا طبعا سنتقدم، ولكن إذا حدث بدون اللاعبون الدوليون واللاعبون المهمين في أوروبا المحترفين في أوروبا، لن يعود هذا بالنفع على الكرة الإفريقية. أنطوان بيل، حارس مرمى منتخب الكاميرون، كنا سعداء جدا بمشاركتك معنا، وعلى وعد أن يكون لنا لقاء تاني أثناء بطولة كأس العالم إن شاء الله، تكون موجود معنا هنا وتتابع معنا أداء منتخب الكاميرون وتحلل لنا مشواره في البطولة. بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك، والمرة الجاية إن شاء الله نتقابل صوت وصورة. ده كان لقاءنا مع أنطوان بيل، واحد من أساطير الكرة الكاميرونية اللي كان ليهم مشوار ناجح جدا في مصر مع المقاولين العرب، وكان ليه مشوار كمان ناجح جدا مع أولمبيك مارسيليا في فرنسا. فاصل وفقراتنا وحواراتنا مستمرة في السادسة.